بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عنوان السلسلة ديت هتدور حوالين الـ Properties of Pure Substance. هندرس أو هنتعرف على الخصائص للمادة النقية، وهتلاقي أكتر شغلنا أو تعاملنا هنا مع الووتر، لأن في محطات توليد الطاقة بنتعامل مع الووتر على انها الورك سبستانس، المادة العاملة او المادة الشغالة في محطات توليد الطاقة. بذلك هنتعرف في الفيديو ده بس على معنى البيور سبستانس، تمام، على المادة النقية. تمام، a pure substance that has a fixed chemical compositions through is called a pure substance. المادة التي تحتوي على تركيبة كيميائية ثابتة بتكون pure substance. لا تاني، انا بقول لك المادة التي تحتوي على تركيبة كيميائية ثابتة بتكون او بتبقى مادة نقية. يبقى pure substance بتمتلك صفتين. يبقى pure substance بتمتلك صفتين، بتكون بتحتوي على تركيبة كيميائية ثابتة، وبرضو بتتصف بالتجانس والثبات كيميائيا. يبقى الحاجتين بالتجانس والثبات كيميائيا، مثل طبعا الووتر والنيتروجين والهيليوم اند كربون دايوكسيد فور اكزامبل ار اول بيور سبستانسز. كل ذلك الأمثلة على سبيل المثال كل دولت بيور سبستانس. تمام، طيب هوضح لك بعد كده ملاحظات، ضعها فهما داخل الميموري عندك كويس، تمام، علشان ديت الكلام ده بيترتب عليه بعد كده أشياء كثيرة. أول ملاحظة، مش شرط إن تكون المادة النقية من عنصر أو مركب كيميائي واحد، ده ممكن يبقى خليط من عناصر أو مركبات كيميائية مختلفة، يعتبر أيضا مادة نقية طالما أن الخليط متجانس. الهواء على سبيل المثال عبارة عن خليط من عدة غازات، لكن لو جيت دورت في أي نقطة في الخليط ده هتلاقيه بيحتوي على تركيبة كيميائية ثابتة، فبنعتبر الهواء ده عبارة عن بيور سبستانس. يعني أنا عندي برضو النيتروجين and gases air are pure substance. ركز برضو في النقطة دي، however a mixture of oil and water is not a pure substance since oil is not soluble in water. It will collect on top of the water forming two chemically dissimilar regions. لو انا عندي خليط من الزيت والماء، تمام، عندي oil water خليط بيتكون من الزيت والماء، هيكون هنا الزيت غير قابل للذوبان في الماء، فسوف يتجمع فوق الماء مكونا منطقتين مختلفتين ايه كيميائيا. يعني لما انت تيجي تدور في الخليط ده كله هتلاقي كل النقاط اللي فيه لا تحتوي على كيميكال كومبوشنز، مش هتلاقيه بيحتوي، كل النقاط ده ما بتحتويش على تركيبة كيميائية ايه خالص ثابتة. لذلك فإن خليط الماء والزيت ليس مادة ايه نقية. النقطة اللي بعد كده، a mixture of two or more phases of a pure substance is still a pure substance as long as the chemical composition of all phases in the same. لو انا عندي خليط من مرحلتين او اكثر للمادة النقية، هل يبقى هذا الخليط pure substance؟ نعم، يظل مادة نقية طالما ان التركيب الكيميائي لجميع الفيزز هو نفسه. يعني كل الخليط له تركيب كيميائي واحد، يعني بدال لا يوجد خليط فيهم مختلف كيميائيا، يبقى كده ده بيور سبستانس. وخد بالك برضو من النقطة المهمة اللي هقول لك عليها ديت، لو انا عندي خليط من الثلج والماء، من الثلج والماء السائل، يعني انا عندي liquid water and ice او ice and liquid water، يعني عندي ثلج وماء سائل، هذا الخليط بيبقى مادة نقية لان كلا المرحلتين لهما نفس التركيب الكيميائي. لو انا عندي خليط من الليكويد اير والجازس اير،
يعني انا عندي خليط من الليكويد اير والجازس اير، فان هذا الخليط ليس مادة نقية. لا تاني، تمام. انا بقول لك هنا شوف الشكلين دول، دي ليكويد وفيبر، اللي هو ايه اللي هو خليط من الليكويد والغاز، اللي هو عبارة عن ايه، عن بخار ده، تمام، للووتر، تمام، جازس ووتر اللي هو ايه، اللي هو بخار، تمام. الخليط ده اتفقنا ان هو ايه، مادة نقية ليه، تمام. لو انا عندي بقى خليط من الليكويد اير والجازس اير، تمام، من الليكويد اير والجازس اير، هتلاقي ان الخليط ده ليس مادة نقية، لان تكوين الليكويد اير بيختلف عن تكوين الجازس اير، وبالتالي هذا الخليط غير متجانس كيميائيا. يعني انت برضو لو جيت نظرت للجازس اير ونظرت للليكويد اير، تمام، بتلاقي بسبب اختلاف المكونات ديت، تمام، الهواء هنا بيتكثف عند درجات حرارة مختلفة، هنا أو هنا بيحتاج حرارة مختلفة وعند ضغط محدد عشان يحدث تكثيف، إن كان هنا أو إن كان إيه هنا. ده لا يعتبر مادة إيه نقية. هتلاقي بقولك في الآخر but a mixture of liquid and gaseous air is not، يعني إيه، ما هماش مادة إيه نقية.